السلام عليكم. اليوم نروح للعاصمة الجزائرية لنقف على الزيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى مشروع تهيئة الشرفات بمدينة الجزائر، واللي من ضمن المشروع هذا فيه تهيئة تاع ميناء للنزهة للمشاة. وحبيت نأكد واحد النقطة مهمة جدا، وهي أنه فيه فرق ما بين منتزه للمشي أو الممشى، ما يسمى بالممشى، وميناء اللي يستقبل قوارب شراعية ولا يستقبل قوارب صيد. كاين فرق. الممشى أو المنتزه لازم تكون فيه حماية على الرصيف، أما الميناء أو المارينا اللي فيها قوارب هذيك ما تطلبش يكون فيها حماية، لكن فيه شريط نتاع الشريط نتاع السيكوريتي نتاع الأمن، اللي المشاة ما لازمش يمشيوا في الشريط هذاك، مخصص إلا لأصحاب القوارب. إذا فيه فرق ما بين منتزه أو ممشى وميناء. إذا وهذا على حسب ما شفت التصاميم هو ممشى ومنتزه فيه إذن ناس تمشي وسنبرمونات، إذن لابد يكون في حماية. والحماية هي نوعين، يا إما أن تكون حائط على طول الشاطئ، أو تكون فيه شريط نتاع حماية يعني بوند سيكوريتي اللي ممنوع المشي فيه. الشريط هذاك مخصص إلا لأصحاب القوارب أو الشراعية أو قوارب الصيد. إذا هذا هو الفرق. نخليكم تتابعوا إذا هذا الفيديو حول العملية نتاع الهدم نتاع البنايات وتوسعة الفضاءات نتاع المنتزه هذا، مازالها متواصلة. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.